جديد لمدينة أكادير، خصوصا مدينة أكادير مدينة سياحية، مدينة شاطئية، مدينة عرفت كذلك عدة تظاهرات ثقافية وفنية وطنية ودولية. جاء هذا المهرجان ليعطي نكهة جديدة لمدينة أكادير ويعطيها انفتاح جديد على الثقافات او على الثقافات الاخرى بطبيعه الحال بحضور عده فنانين من الدول الاسلاميه. كما تشاهدون ان هذا الملك القدس بعد اعاده تهيئه اصبح حيا جميلا، وخصوصا انه توفر على الحديقه الجميله حديقه الاطراف بهذه الدرجه حضور قوي لوزارة الثقافة التي تنظم بالتنسيق مع هذه الجمعية ومع فعاليات أخرى.
نتمنى له مراجع التوفيق ونتمنى له إن شاء الله أن يكبر ويزيد وينفتح أكثر. ولكن لا يجب أن لا ننسى أن مدينة أكادير أعطت فنانين كثار في مجال الغناء والموسيقى بطبيعة الحال، وهذه فرصة كذلك باش نعطو ثاني للشباب من خلال هذا المهرجان، الشباب اللي جاي إن شاء الله باش يبين الكفاءات ديالو القدرات ديالو الفنية ونشوفوه إن شاء الله في الخشبة في السنوات الجاية. قلبه